في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها أو أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فتكون خاتمته خاتمة سوء. وقوله فكان آخر يصح فكان آخر، فإذا قلنا فكان آخر يكون آخر اسم كان، وإن قلنا فكان آخر يكون آخر منصوب على الظرفية.